بعض عناوين صحفنا اليوم، والحين نبتدي موضوعنا الأول، حيث تنظم كلية الطب والعلوم الطبية في جامعة الخليج العربي معرض سنوي لأبحاث الطلبة منذ العام 2005. فمنهجية البحث العلمي وإجراء البحوث المجتمعية الميدانية الطبية تدرس ضمن المنهج الدراسي لطلبة الكلية منذ العام 1984. إذ تتنافس المجموعات الطلابية من دول مجلس التعاون في تقديم الأبحاث الطبية. نتابع مع بعض تقرير معرض هالسنة واللي ضم عدد من المجموعات البحثية، وراجعين لكم مع ضيوفنا في الاستديو. شارك أكثر من 180 طالب من كلية الطب والعلوم الطبية جامعة الخليج العربي في معرض البحوث العلمية الطبية لطلبة السنة الرابعة، واللي افتتحه رئيس جامعة الخليج العربي الدكتور خالد بن عبد الرحمن العوهلي، حيث عرض 17 فريق بحثي أبحاث علمية مختلفة درست انتشار ظاهرة التدخين في دول مجلس التعاون لدول الخليج العربي من أبعاده المختلفة. وللحديث أكثر عن معرض البحوث العلمية الطبية لطلاب السنة الرابعة لجامعة الخليج العربي، معنا في الاستديو الطالبة نور علي مشرف والطالب عبد العزيز أحمد بوازير من المملكة العربية السعودية. صبحكم الله بالخير وحياكم الله معنا. صباح الخير. يا هلا ومرحبا فيكم. يا هلا فيكم. طبعا راح ابتدي معك اخوي عبد العزيز. كل سنه يتم اختيار ثيم معين محدد للبحوث، على اي اساس يتم اختيار وتحديد البحوث؟ هو شيء إلزامي لما نخش المرحلة الثالثة في كلية الطب، وهذا اللي يصير هو أننا نتقسم على مجموعات، وتقسمنا حوالي 18 مجموعة، وكل مجموعة يرسها الدكتور فردي يعني. نعم. بعدين في أول اجتماع اللي يصير هو أننا نختار مثلا نقول المواضيع اللي نحن ودنا نعملها. نعم. ودنا نعمل بحث عنها يعني. فعلا. بعدين الدكتور بيروح يجتمع مع قسم طب الأسرة. نعم. وبيحدده خلاص، بيشوف إيش أكثر موضوع يتكرر ويحدده خلاص ويعلن إنه هو هذا الموضوع. نعم. جميل. يعني نور، يمكن ذكر عبد العزيز إنه يتم اختيار الموضوع من قبل الإدارة بحيث إنه تختار مواضيع تهم المجتمع وتهم أفراد المجتمع. هسه إنه تم اختيار موضوع التدخين. شو نشوفين اختيار موضوع التدخين لأهميته في المجتمع؟ لأن التدخين بالنسبة حق المجتمع من أكثر الأسباب اللي هي تكون يعني من أسباب الوفيات. ففي دراسات أدتها أو سوتها منظمة الصحة العالمية اللي هي WHO، وهذه الدراسات تقول أن 6 ملايين من الوفيات يكون سببها التدخين. نعم. ما شاء الله. ف 83% هي راجعة حق التدخين المباشر، يعني شخص هو مداخن. نعم. 16% من الوفيات هذه يكون سبب التدخين السلبي، اللي هو مثلا شخص مو مدخن بس يستنشق دخان المدخن، يكون جالس مع المدخنين. إيه بالضبط. فيأثر على صحة القلب، صحة الرئة، صحة يؤدي إلى سرطانات والأشياء اللي إحنا عارفينها يعني. صح. أضرار لأن التدخين مرتبط بأمراض ثانية. فعلاً. فمثل ما ذكرتي بأن فعلاً للتدخين تأثير جداً سلبي وخطير على الشخص نفسه. صح. أو على اللي حوالينا من الأفراد. أرجع لك يعني أخوي عبد العزيز، ما هي أبرز المواضيع اللي تناولتها البحوث؟ والله الجامعة أعطانا حرية تامة في اختيار المواضيع، وهذا الشيء كان جداً ممتاز. وأغلب المواضيع اللي سارت عليها إنه نسبة وقوع
عادة التدخين في مدن أو في دول معينة. بعدين في مواضيع ثانية زي الانقطاع عن التدخين، وكانت مثلا في موضوع عايزه جدا يعني ممتاز وحلو أنه العلاقة النفسية بعد الانقطاع عن التدخين. جميل. يعني نور، يمكن عنوان البحث اللي اخترتينا بنتعرف عليه أكثر. احنا بحثنا مع الجروب طبعا كان يختص في نسبة المدخنين اللي هو البريفلنس المنتشر في المجتمع، وتأثير التدخين على النشاط البدني، تأثير التدخين على مثلا نمط النوم. نعم. يعني مثل ما عرفنا نور بأن أنت مجموعة بحثية خاصة فيك مع مجموعتك، وعبد العزيز مجموعة بحثية أخرى. إينا. فكلمنا عن عنوان موضوعكم للبحث والمدة الزمنية اللي استخرجتوها لهذا البحث. عنوان كان أثر وسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي على زيادة ظاهرية التدخين بين الشباب والفتيات في المملكة العربية السعودية. نعم. والوقت تقريبا أخذ في حدود 15 ل 16 شهر، بس إنه الوقت مطول شوي لأنه الجامعة هدفها الرئيسي تعليمنا كيف إننا نعمل الأبحاث العلمية. نعم. يعني نور، يمكن ذكر عبد العزيز إنه في مواضيع جدا كانت متنوعة ومختلفة في البحوث، لكن لو بنتكلم عن عدد الدول اللي أقيمت فيها البحوث، مثل ما نعرف إنه كان هناك بحث من السعودية من الكويت، فريت لو نتعرف أكثر على الدول اللي أقمتوا فيها هذه البحوث. هو بما أن جامعتنا يعني تضم عدد من دول مجلس التعاون، فكنا نقسم حق جروبات. الجامعة تقسمهم إلى 9 إلى 10 أشخاص. كل جروب يسوي البحث الخاص حق الدولة اللي هو ينتمي فيها. فمثلاً طلاب من السعودية بيسوون بحث على السعودية والبحرين، طلاب بحرينيين على المجتمع نفسه. يعني أخوي عبد العزيز، لو بنتكلم عن مراحل عمل البحث العلمي، مثل ما ذكرت أنت ومثل ما عرفنا أن أنتم تشتغلون عليه من السنة الثالثة وتقدمونه في السنة الرابعة، كلمنا عن المراحل من البداية إلى النهاية. والله أول شيء هو وأهم حاجة هو تحديد الموضوع، الثيم اللي أنت بتعمله، وثاني شيء الخطوة الثانية هي الهدف، إيش هدفك من هذا البحث. نعم. بعدين أنت بتشوف المنطقة اللي أنت تبقى عامل تحب البحث فيها، وبعدين بتحدد الفئة العمرية، وبعدين وفي نقطة هنا مهمة جدا، آلية تجميع العينات. نعم. يعني هذا تقريبا عن نهاية البحث. نعم. جميل. يعني نور، يمكن ذكر عبد العزيز نقطة تجميع العينات، لو بنتكلم عن العينات اللي جمعتوها عشان تقيمون هذا البحث عليها، لما بنتكلم أكثر عنها بالتفصيل. طبعا حق تحديد عدد العينات، أول شيء الجامعة يعني مثلا بالنسبة حق جروبي، احنا كنا في معادلة عشان يطلع عدد العينة اللي احنا لازم نسوي عليها البحث. نفس العينة تكون بالنسبة حق النشاط، يعني نشاط المراكز الصحية. أنا مثلاً بحثنا كان عن النشاط أو في المراكز الصحية تابع حق محافظة العاصمة، فيختلف عدد عيناتنا عن عدد عينة مثلاً تكون في منطقة ما فيها نشاط في المراكز الصحية يعني. فمثلاً إحنا عيناتنا كانت تقريباً 800، عبد العزيز عدد العينات يمكن تختلف، في جروبات كان 400، ناس 100، ناس 200. في النهاية كل عينات تكون مختلفة، يعني اللي إجراء أي بحث في هذا الموضوع يختلف من مجموعة إلى أخرى ومن بحث إلى بحث آخر. لما نتكلم، أنا راح أسألكم اثنينكم الحين، راح أسألك نور وأيضا راح أسألك أخوي عبد العزيز، شو اللي ميز بحثكم عن باقي البحوث المختلفة الأخرى؟ راح أبتدي معك أخوي عبد العزيز. أوكي. والله يعني الميزة في بحثنا أحس إنه يعني حاليا نحن في عصر التكنولوجيا، ووسائل التواصل الاجتماعي والإعلام المرئي أصبحت يعني جزء رئيسي من حياتنا. فبتحصل الشخص الكبير وحتى الشخص الصغير يستخدم الأجهزة الذكية هذه. صحيح. فهذه تحس أنها لها أثر سواء إرادي أو غير إرادي على كيف أقول رغباته الشخصية وحياته اليومية. فيمكن عشان كذا يعني العلاقة، طريقة ارتباطنا بالموضوع، يمكن هذا الميز، هذا اللي يميز البحث. نعم. تفضلي نور. إحنا بحثنا يمكن من بالنسبة لنا كان نقطة قوة أنه هو نسبة العينة كانت كبيرة، فكنا نقدر ندرس على نطاق أوسع. أفراد أكثر. هذه نقطة أولى. النقطة الثانية أن إحنا بالنسبة يعني إلى جانب دراسة نسبة التدخين المنتشرة، كنا أضافنا إليها اللي هو تأثير التدخين على النشاط البدني. نعم. تأثير التدخين على نمط النوم عند المدخن ونمط الحياة. نعم. بالضبط. وتأثير التدخين على الأشخاص اللي عندهم أمراض مزمنة بس هم نفس الوقت مدخنين. نعم. جميل. يعني نور عبد العزيز، لو بسألكم هذا السؤال، كيف انعكست هذه التجربة عليكم أنتم اليوم كطلبة وأيضا في حياتكم الشخصية من خلال بحوثكم وأيضا العينات اللي أجريتوها؟ ابتدي معك نور، تفضلي.
بشكل شخصي ان احنا اول مره نسوي هذه التجربه او نسوي بحث بشكل عام، فبالنسبه لنا ضاف الينا تجربه جديده، عرفنا شلون نحدد اهداف، نقدر نحل، يمكن نقدر نحل مشكله موجوده في المجتمع بالنسبه حق التدخين او اي مشكله ثانيه، شلون نتواصل حق النتيجه، شلون نحلل البيانات، شلون نقابل الاشخاص يعني واحنا نعطيهم الاستبيان وكذي ونجمع المعلومات. بالنسبه لك عبد العزيز؟ بالضبط، يعني هذه كانت مرحله تعليميه وهذا شيء جدا ممتاز، وزي ما اختي نور علقت على مقابله الناس، انا شخصيا كان عندي خوف اني اروح اقابل الناس، فيعني تقدر تقول على تقريبا يعني من سابع ثامن شخص خلاص يعني صرت اوكي واستمتع واخذ اعطي مع الشخص اللي قدامي كان واحد من زملائي يعني، فالخوف هذا اللي كان عندي من اول الحمد لله راح. جميل، يعني اهم شيء ان الخوف راح وقدرتوا تتاقلمون مع موضوع البحث، وطبعا مواضيعكم جدا جميله وشيقه. راح اسالك يعني اخوي عبد العزيز على الصعيد الشخصي، شنو المهارات المكتسبه لتجربه البحث العلمي؟ الاشياء المكتسبه يعني زي ما قلت في هذه النقطه، انه مثلا اني اقدر اروح خلاص يعني اتغلب على الخوف، هذه من الاشياء الاساسيه. وثاني شيء انه كيف كيف اقدر اعمل البحث، وواحده من الاشياء الـ كيف اقول المهمه اننا لازم كنا نعمل هذا الشيء عشان هيئه التخصصات الصحيه السعوديه. نعم، يعني عبد العزيز نور اكيد نبي نعرف الى شنو وصلتوا في ابحاثكم اللي قدمتوها، ابحاثكم العلميه، وابتدي وياك نور. النتائج اللي توصلنا لها من البحث ان اول شيء نسبه التدخين قاعده تزيد للاسف، نسبه الذكور عندهم تدخين اكثر من الاناث، بس نسبه الاناث قاعده تزيد بالنسبه حق دراسات سابقه. نعم. توصلنا ان التدخين ياثر بشكل سلبي على الشخص اذا من ناحيه النشاط البدني، بس يحتاج الى ان يصير في دراسات اكثر تتعمق في ذي الموضوع. في هالموضوع. نعم. نفس الشيء له تاثير سلبي على النوم، لان الشخص المدخن يكون غالبا ما ينام، يعني نومه مو طبيعي نفس الانسان غير مدخن، فيكون غالبا تعبان يعني في النهار، فيمكن ياثر في انتاجيته كفرد هو في المجتمع. نعم. الشيء الثالث توصلنا له ان في الامراض المزمنه، الشخص اذا عنده مرض مزمن ومدخن ياثر عليه انه هو يزيد سوء الحاله اللي عنده، مثلا في حاله مثلا السكلر او السكري او مثلا الربو. نعم. بالنسبه لك عبد العزيز، شفنا انه في يعني تقدر تقولوا في علاقه بين وسائل التواصل الاجتماعي والاعلام المرئي على زياده ظاهره التدخين، بس انه من بحثنا ان احنا ما نقدر نحكم ونقدر نقول انه هذا الشيء كفايه وانه خلاص نحكم عليه، يعني لازم نعمل دراسات ثانيه عشان ناكد هذا الشيء وعشان نطلعه باحسن صوره كمان. نعم. يعني الزبده اللي يعني استفدنا منها ايمان ان التدخين ما منه فايده، وننصح يعني كل المشاهدين انه يبتعدون عنه من اليوم. اكيد اكيد بعد النتائج اللي ذكروها اكيد نور عبد العزيز، نتمنى لكم كل التوفيق في ابحاثكم وان شاء الله في دراستكم ايضا في هذا المجال. شكرا لكم. جزاكم الله خير على الاستضافه. الطالبه نور علي مشرف والطالب عبد العزيز احمد باوزير نورونا اكيد في استديو شمس البحرين. نعم.